لا صفقة سلاح إذا لم تتضمن محتوى محليا، هذا ما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تصريح سابق، إلا أن نتيجتها لا تزال في البدايات قبل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو رفع نسبة الصناعة العسكرية المحلية من 2% من استهلاك وزارة الدفاع من الأسلحة إلى 50% بحلول 2030. وقال أحمد بن عبد العزيز محافظ الهيئة العامة للصناعة العسكرية إن السعودية ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعاتها العسكرية خلال العقد المقبل. وأضاف في تصريح الإندبندنت عربية أن بلاده تعتزم زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2% إلى نحو 4% من الإنفاق على التسلح بحلول 2030. وفي إنجاز وطني جديد بالصناعة العسكرية، ألمانيا تمنح السعودية رخصة صناعة وإنتاج مكونات يورو فايتر تايفون، حيث سيتم تصنيعها داخل السعودية عبر شراكة مع الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة.